كورونا علمنا بزاف ديال الحوايج، من بينهم كيفاش نخدمو من الدار. فواش العمل عن بعد هو المستقبل؟ خليكم معايا. اش استفدت انت من هذا السؤال؟ مرحبا بكم، معكم احمد رشيد، واليوم غادي نهضر على العمل عن بعد اللي بزاف ديال الشركات بسبب التباعد الاجتماعي في زمن كورونا خلاهم يخدموا الموظفين عن بعد. ورغم كل الصعوبات اللي كانت في الاول قدروا انهم يبقاو محافظين على تواجدهم في السوق، بل كاين اللي لقى ان هذا النوع من العمل عنده انتاجيه اكبر. على سبيل المثال تويتر قال للموظفين ديالو بعد الوباء اللي بغى يلتحق بالمكاتب مرحبا، اللي بغى يخدم من الدار هنيه علينا. وشركة فيسبوك قررت انه تبدا ب 50% من الموظفين يخدموا من ديورهم من بعد الوباء، وشركات اخرى ايضا. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان العمل عن بعد هو المستقبل. وهنا غادي نتذكر ما قاله رجل الاعمال الامريكي ريتشارد: في يوم من الايام ستصبح المكاتب شيء من الماضي. وما قاله ايضا الكاتب فريد: المكاتب آلة لهدر الزمن وتشتيت الانتباه أكثر منها مكان للعمل وإنجاز المهام. بالنسبة لي جربت العمل عن بعد هذه قبل من عامين، يعني قبل ما تجي كورونا، ولكن ما نكذبش عليكم، في الاول كنت حاس براسي بحال خدام وسط شي عصابه، الموظفين ما تنعرفهمش وكاين اللي ما عمري شفتهم كاع. المشغل ديالي تنتلاقى معاه مره في شهرين ولا في 3 شهور في القهوه، اولا تلاقيت معاه بالصدفه، بل حتى المكتب ما عمري شفتو. ولكن من بعد لقيت راسي بزاف. من بين اهم الحوايج اللي اكتشفتها ايجابيه في العمل عن بعد هي انه ما تنلقاش مشكل في الترونسبور، تنربح الوقت، تنربح فلوس الترونسبور، ما تنستريساش في الطريق، تنخدم فين ما بغيت، يعني باسي قدامي انا خدام من الدار، خدام من بيت الناس، خدام من قدام البحر، خدام بعض المرات تنخدم وقتاش ما بغيت، مطالب انني ننجز واحد العمل سواء في الصباح سواء في العشيه، المهم هو انني ننجزو داك النهار، يعني تنختار الوقيته الانسب للعمل، يعني تكون عندي ابداع اكثر، انتاجيه اكثر، وايضا ما كاينش داك السؤال الجدلي نتاع حيره كل يوم البس ايه بقى البس ايه. ومن بين اهم الحوايج ايضا هي انه تلقى وقت كبير لعائلتي. احمد جيب لي البوطات سالات، تنصور فيديو نسالي ونجي نبدلها. والتنوض راه الغدا ما غاديش يوجد في الوقت. خليكم معايا في الاخر الفيديو غنوريكم كيفاش تجاوزوا هذه المشاكل. المهم الخدمه في ديك الشركه كانت وباقا خدامه مزيان، مستافده من توظيف الكفاءات فين ما كانوا، ماشي ضروري يكونوا ساكنين في المدينه اللي فيها المكتب، مستافده من عدم غياب الموظفين، من تاخير الموظفين المتكرر، مستافده من توفير المصاريف اللي ممكن تصرفها اثناء حضور الموظفين للمكتب وغيرها. وما دام الموظف مرتاح اذا الانتاجيه غادي تكون اكثر. انا ممكن افصلك، عارفه ما بفصلكيش ليه؟ عشان عندي كرسي زياده. هذا ماشي موضوعنا، اللي بغى اهم 10 وظائف العمل عن بعد غادي نخلي لكم في اخر الفيديو. اللي بغيت نقول دابا هو انه العمل عن بعد شي حاجه جديده في ثقافتنا، لذلك ضروري غادي نلقاو بعض الصعوبات في الاول، من بينها التركيز، وهذا الشيء علاش خاصك تقلب مزيان في وسط الدار على البلاصه اللي غادي ترتاح فيها. السلام عليكم. ايه ده المجتمع ده تقدر تحس بالعكس في الايامات الاولى على الخدمه، لذلك غادي نذكرك بالثقه اللي دار فيك المشغل، كون عند حسن الظن. اما بالنسبه للناس اللي تيقول لك ما غاديش تبقى روح التنافس في وسط العمل وداكشي، واش من نيتك ولا تلعب؟ نجاوبك بحسن الظن، الخدمه اللي خدمتي اليوم خدم احسن من غد، وهذا الشيء ماشي في صالح الشركه بل في صالحك بالدرجه الاولى، لانه تطور راسك اكثر. اما الا كنتي متوحش الهضره مع الزملاء في الخدمه فزير قلب لك على شي بلاصه اخرى، والله يعفو عليك من كثره الهضره. انا ما عليا لوم، انا ما عليا لوم، كلشي منكم نتوما. واخيرا باغي تربح الوقت، باغي تربح الفلوس، باغي تربح راحه البال، باغي تبقى مع عائلتك مده طويله، وباغي تخدم وقت فين ما بغيتي، اليك 10 وظائف للعمل عن بعد. اولا البرمجه، التسويق الالكتروني، تصميم، الكتابة والتحرير، خدمة العملاء، التدريس، المحاسبة، إدخال البيانات، ترجمة، وأخيرا إدارة مواقع التواصل الاجتماعي. خلي معك أبوني والله يعاون.